الا الدمان. صب سيول يا ولد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا والله يا ابو عبد الاله، مرحبا مليون. سمعنا سمعنا دخوليه. لله قوم اذا حلوا بمنزله حل السرور. لله قوم اذا حلوا بمنزله حل السرور وسار الجود انسار. تحيا بكم كل ارض تنزلون بها. سلام يا سلام. كانكم في بقاع الارض امطار. وتشتهي العين منكم منظرا حسنا. كأنكم في عيون الناس أقمار. أنتم حياتي أنتم حياتي وإن شاهدتكم حضرات. وإن تغيبوا تغيب الروح عن جسدي. لغيب الله عني وجهكم أبدا حتى تعيش بكم إلى الأبد. يا هلا وهلا، يعطيك العافية. الله يحفظكم ويبارك فيك. يعطيك العافية. رد عليه، تفضل يا عبد الفتاح. تفضل. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. الله الله لا يضرك. ودنا بمواه صراحة، لكن تعرف طبقات الصوت. لا لا خذ راحتك. لكن بنعطيك عادة اللي عاداتنا وتقاليدنا. يعني نوقف هنا يعني. تقول الله يمكن تصدم شوية بس عاد. يلا. هلا يا قال طيب قلبي هلا بك. الله. عدد ما لا حب الراق الغمامة. تشرف مجلسي حضرة مجالسنا تشرف بالنشامة. مرحبا ملايين ابو عبد الله. الله يوفقك حبيبي عبد الله. شباب جميعا مساكم الله بالخير يا رجال. مساك الله بالنور والسرور. طيبين اجلس هنا. بسم الله بسم الله. وين ابشر ما شاء الله. كيف حالكم؟ طيبين؟ خير وعافيه. اموركم زينه؟ جيناكم طال عمرك. الله يطول عمرك. جيناكم بهالوليد. الله يحفظكم. الوليد الكبير. الله يحفظكم. ما انا بشاربين فنجالكم لين تلبون طلبنا. ياك بس ايش تعمل؟ جيكم السعد الرجال ايش في قام؟ الحمد لله ما معك شماغ ولا كان رميت. بيفعتك ركبه. الله يحفظكم. الله يطول عمركم. اي والله عز الله. الرجال طال عمرك غالي وعزيز. جاينا من مكة وجدة وحولها وحواليها. الله يسلمك. الله يسعدك. فهو جاي لي شغلة ما، قلت والله إن شاء الله تدخل معي. الشباب يحبون أصحاب الصوت الزين. الله. كان مشارك في برنامج زد رصيدك. خمسة صح؟ أي نعم. برنامج زد رصيدك خمسة. الله يحفظكم. كان من أجمل الأصوات اللي شاركت. الله يسعدك. مع محمد الوهيبي من عمان صح ولا لا؟ أي نعم. أيوة. ولا زال ما شاء الله عطاءاته مستمرة بصوته الجميل. الله يحفظكم. حرصنا أن يعني يدخل معنا اليوم يمتعنا ويمتع المشاهدين. يمتعكم بصوته الجميل. وما انسى ما شاء الله يعني مره سبحان الله يا اخي الهدايا لا تنسى اذا كانت من نفس وروح طيبه. هو ممكن نساها لكن كنت اقدم فقره الخيمه زد رصيدك خمسه فجيت مره بدون ضيوف فجاني بربع توله عود عرفتوها. قال يا ابو عبد الله والله هذا غالي عندي لكن والله العظيم يجيك هديه. قلت لا لا قال والله يجي هديه مو على الهواء خلف الهواء في وقت فاصل. حلف علي فأخذته بيض الله وجهه. سبحان الله في خاطري الله. إلى الحين في الموضوع له كم ثمان سنوات ولا عشر سنوات الله. إلى الآن في خاطري زي العسل ما نسيت موقفه. الله يسعدك. فبيض الله وجهه. وطبعا الله. محمد مكي من مصر الحبيبة. الله يحفظنا فيكم. الله يحفظكم. مصر الجميلة. الله مصر اللي أنا أحبها شخصيا وإذا رحت لها أنبسط واستمتع
مستانس لظرافة شعبها، هو ثقيل دم شوي بس المصاري ما فيهم ثقيل دم هو بس حاله والله ما فيهم ثقيل دم صراحة شعب مصر شعب جميل يعني يعني الشعب المصري من لطافته تجد انه ممكن مثلا اثنين قدامك تلاقطون تحس انهم بيتقاتلون ها تبغى تدخل بينهم تفرق تلقاهم ثانيتين عطني شو اسمه كاس شاي انت الموضوع وانت تحس انهم بيتقاتلون مره قدام عيني اثنين قسم بالله العظيم من قوه الصوت قلت ذولي بيتقاتلون بيذبح بعضهم بعض كان معي مصري قلت يا ولد فرق بين الناس قال لا خليهم عادي كذا متعودين سبحان الله شوي والله صالحين وامورهم طيبه ويسولفون زي حضرتك وعايشين حياه فدلاله انفسهم الطيبه اللطيفه الجميله الله يسعدك والنبي صلى الله عليه وسلم يقول استوصوا باهل مصر خيرا فان بيننا وبينهم نسبا وصهرا طيب ليش يا سلام عليك يا وليد كذا تستعجل انت ماريا القبطيه كانت زوجة محمد صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يثني على اهل مصر هم اهل الحكمه واهل البلاغه والفصاحه والعلم الشرعي وجامعات مليئه بالدكاتره المصريين انا درسوني الناس في مصر ودرست القران عند احد المشايخ محمد عرمان يذكره بالخير ما شاء الله يعني يحفظ كلام الله باتقان هذا تجلس عنده في بس قراءه سوره الفاتحه تجلس ممكن اسبوع او اسبوعين او ثلاث اسابيع مع انك انت تشوف انك متقن 100% ومع هذا الرجل ممكن اسبوع اسبوعين ثلاث اسابيع كل ما قرات يقول عد اعد 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 لين عرفت اني ما عندي سالفه مع اني انا أؤم بالناس في المسجد كنت امام مسجد اول فأؤم بالناس وعادي وتعلمون الناس عندي وكذا بس لما قرات عنده حسيت اني ولا شيء من قوه ما شاء الله اتقانه لكتاب الله سبحانه احنا اليوم سعيدين بابو مكي الله يحفظك انا اسعد ومبسوطين وانا ما جبت ابو مكي معي وتشرفت فيه الا لابداعه ولاخلاقه الجميله الله يحفظكم والله ولصوته الجميل كذلك الشباب هم المبدعين والله وانا متابع ليهم عن كسب والله العظيم وما شاء الله متميزين ونسخه مميزه بوجود الشباب والله العظيم والله يوفقكم واتوقع مين اللي بيخرج نومينيه من اللي صوت له في احد صوت له الشيخ من هو وليد زهراني الله 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 صوت دراهم ولا صوت جوجل ولا صوت لا كل حاجة جمهورك يا وليد انا مصمم لك التصوير اتشرف فيك الله يطول لا من فانزاتك ذا احرجتنا والله والله تفاجأت الحين انا حبيبي وليد لا متابع وليد ما شاء الله كان سويت نفسك كثير انت اعلامي قلت الشباب كلهم واحد يعني مشيت اللعبة لا انت لازم تكون صريح الشباب والله فيهم الخير والله ما شاء الله مبدعين والله الله يطول صراحة صراحة راحة صراحة مزعجة وانا صريح تزعلك ما تعجبك بقولها تزعلك ما تزعلك اي بقولها عز الله يحفظك حبيبي والله يتشرف فيك الله يسعدك يا حبيبي الله يلا اطلب منه نشيد وليد الله يحفظك عطنا الا صلاتي الا صلاتي وين هذه قديمة انت هو يبغاها ابوه اليوم الجمعة اذا هو حافظها يعني ما شاء الله عندك مشكلة ما قوي إيمانه اللهم احفظه يا رب العالمين لا لا عطر الشيء اللي أنت تجيه طيب خلنا محمد أنا بطلب منه شيء أخله من اختياره وشيء ثاني شيله من الشيلات المعروفة السعودية هو مصري يجيبها باللهجة المصرية مع خليطي مكس سعودي ها شعبي يعطيك عبد الله ذاك كثير حلو طيب قرب هنا تراك أشغلت تفضل خلاص يا حبيبي كانك تأشر التاكسي طيب تعال هنا ودنا بما أن الله محمد مكي طال عمرك الله يسعده لا تعيش الدور انك ما تعرفه سوي نفسك لا مشهور تعرف خلاص يعني 2 مليون فودنا طال عمرك سمعنا بدايات الذكر الحكيم ابشر ان شاء الله خلها بس هذه في النهايه عشان نختم مجلسنا بايات من كتاب الله ان شاء الله ابشر مايكك طافي صح؟ اي حلو سم يا الفراج حبنا لاهل مصر انا والشباب المعاونين دخولياتنا كانت مصريه صحيح ايه. الله يسعدك حسنيه كان جبت محمد ينشدكم واحنا نحبكم والله ركبناه معنا بالسياره الطويله راحت الفكره الله يحفظكم طيب ابغى شيء مصري ابغى شيء سعودي ابغى شيء موال ومجس عطنا كوكتيل يلا ما في مشكله ايش رايكم فيني طلب حلو منوع نقول بس اعطونا يا منيب لو تقربون السماعه لانه صراحه ما في صوت هنا أو رفع الصدى لأن قبل شوي هو ينشد ترى ما في شيء دلعون الله يرضى عليك هل حقا تشتاق إليه ترجو أن تسقى بيديه هل حقا تشتاق إليه ترجو أن تسقى بيديه
أرغم أنف الظلم وقلها هل صليت اليوم عليه الفائز حقا من صلى والخاسر من عنه تخلى مت يا مبغض أحمد غلا قد صلينا اليوم عليه الفائز حقا من صلى والخاسر من عنه تخلى مت يا مبغض أحمد غلا قد صلينا اليوم عليه. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. الله يحفظك. شكرا محمد مكي حبيب القلب. الله يسعدك ما شاء الله. وانا والله ابارك بقى لابو عبد الاله على التوثيق السناب ما شاء الله يا حبيبي. الله يسعدك. طبعا ما احد يوثق طبعا. شدريك شدريك 24 ساعه خصمه اجيك 6 ساعات 5 ساعات اليوم تتخمل عند الباب بعديله لين تصل. قال لي يصور وقت وجوده عنده. لا 24 ساعه 24 ساعه معناها اني ما جوال معناها انت تتهمني اتهامات باطله. لا صرنا نعرف الرد الحين طلع صح يا علامي صح. ايش رايكم؟ طيب الحين هذا شيء مصري ولا عربي؟ اعتبره مصري. لا انا ابغى شيء مصري 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 يعني مصري شعبي مصري اللي تبيه. اقولي طيب ترى احنا الامور فري عندنا يعني خذ راحتك يعني. فهمتوني يا شباب؟ ابغى اناشيد فهد مطر. ايه بس لو جبنا سيره الجدعنه اسمك لازم يتقال صاحب اللي بيه بفتخر من يوم ما كنا عيال مهما الأيام تتعبوا عمره ما بص شمال صاحبي اللي بيه بفتخر من يوم ما كنا عيال بحبك يا صاحبي من وانا لسه بحبي وانا اخويا وحبيبي بالاوجاع طبيبي حلوه حياتي بيك طوب الرجوله معمول عموله على قد جسمك حبيب القلب. شباب عربوها ما شاء الله. هي يعني شيلك يا مصري. هذه شيلة جميلة ها. والله نقول يعطيك فهد مطر ثاني. مسي بالخير على فهد مطر ويعطيه العافية. ونايف حبيبنا وتاج راسنا. طيب هذا شيء مصري. وش تبغون يا شباب؟ نبغى شيء سعودي شيلة. مجلس. سمي عادل الهيف. كنت فوق الظل اقرا كتاب لانك عمر بن الخطاب كتاب عظيم جدا ما شاء الله اليوم قمره يا ابو عبد الله ونسناس فداها من النعاس فغفيت يا سلام فنعتذر عن التاخير ما يخالف ما يخالف الله يحييك الله يبيك. طيب ايش تسمعنا يا محمد شيله شيء سعودي شعبي خلب كيف خلي الشيء اللي حافظه كان في لزمه طبعا لزمانه في صدر صدرك الموسم الخامس اشتهرت بيها يعني اللي هي من نظرة الرجال تعرف خوافي وش نيته وإذان وين وين طبعا دي كانت أول ما انشدت سعودي يعني أو شيلة يعني ولكن دلوقتي طبعا حالتي حالة أيوان هي حالتي حالة أطلز من جبين الشمس ثوبك وأرسم لك بوجه البدر هالة وانت ما تدري ببابي من حنين حالتي حالة وهكذا يعني. السلام عليك. السلام عليك. يعطيك العافية. الله يعافيك. الله يحفظك. الله يبارك فيكم. طيب في طلب عندكم محمد خلونا اليوم ليش نحل تحليل دام هو الله يسعدكم. فهد مطير وش طلبك؟ انا اقول السعودي هذا السعودي فوق عاد ما ادري عاد حافظ ولا مو بحافظ؟ لا مش حافظه والله ولكن طلع البدر علي. لا لا سم نبي شيء ورائي صراحه. برافو عليك طلب محمد بن قطان بس عادي نبغى مصر وني يمناوي عادي عادي عادي, عادي. عادي. اللي محمد بعدها يلا
زي تحبوا ايش؟ فرايح فرايح شيء فيه في شيلة مصرية حماسية ضغبط صعيد وكيف لا مصعد خلينا خلينا نقوم موال ليه؟ حيرتوه دقيقة خلوه خلوه محمد المكي يعني نفسي وعادي للقحطاني لا لا درجة الله يحفظكم شعبان عبد الرحيم شعبول الله يرحمه بالداوي الله يرحمه طيب ها شيء بالداوي بالداوي شيء بالداوي اللي هي محمد محمد قصدي سمعني الزعيزع يلا ما فيش كلمات والله ما فيش كلمات طيب حلو خلينا نقول تقول الله يطعني ايوه يلا روح تقول الله يطعني واقول الله يسبقني جنوبي النسر همه على غيمه شماليه احس اني ليا قالت ديتك يا عرب ربي فراقص بجبال أبها مع الريح الشمالية تقول الله يطعني وقول الله يسبقني جنوبي النثار همه على غيمة جنوبية أحس إني لي قالت ديتك يا عرب ربي تراقص بجبال أبها مع الريح الشمالية الله يسعدك حبيبي الله يحفظكم ويبارك فيكم يا رب لا يقدر الله يسعدك اقدر تسلم. اقدر ليش ما يقدر جزاكم الله بس خير بس الله يغنيك ما كنت في فرايحي عرفت كيف فرايحي بين يدك عندكم انتوا مصر عرفت بالكلمات الفرايحيه اكيد طيب جهز لك شيء فرايح على بال تاكل التمره تمام احنا بس حتى يجهز فقره الدين مع الاستاذ ابراهيم المعيدي جيناكم كذا زياره خفيفه لطيفه سريعه انا واخوي محمد مكي اول شيء نبارك لعبد المجيد بن نفال اكتمال اسهمه 2000 سهم ما شاء الله تبارك الله والله يجعلها في ميزان حسناته وحسنات من بادر وانفق وتبرع وشارك في الاسهم هذه اللي هي لعبد المجيد انا بصراحه تبعت البال عبد المجيد انا كان على نهايه البث فما سمعت تعليق منه ممكن اليوم علق بس ما انتبهت فابغى بوجودي وجود محمد والشباب تعليق عبد المجيد بن نفال بعد ما شاء الله اكتمال 2000 سهم ب 100 ريال لوقف الام بمكه المكرمه التابعه لجمعيه البر بظلم. وش تقول يا عبد المجيد؟ اول شيء طال عمرك اقول الله يكتب اجر من ساهم في اسهم عبد المجيد والله يكتب اجرهم يا رب يا كريم. طبعا الفائده لهم اولا قبل لا تكون لي انا وايضا المبادره الجميله اللي قمت بها ابو عبد الاله ايضا باذن الله ان يشملك ايضا الاجر يا رب انك انت صاحب الفكره هذه واقول بيض الله وجيههم وصراحه خبر سعيد جدا جدا بالنسبه لي واشكرهم جميع من ساهموا بنيه عبد المجيد نفار شعرت بالفرح اي والله انت ممكن شفتني يوم ذاك اليوم كنت عندك انت ب 10000 ما شاء الله شفت الدموع وشفت المشاعر لكن حسينا بالمشاعر انها ممكن لا ترى لكن ممكن رايناها عبر دموعك الله يطول بعد ما اكتمل يعني 200000 ريال مبلغ كبير يا رب لك الحمد مشاعرك جياشه والله العظيم مشاعر قويه جدا والبارح اللي جف الخبر لي سعود بن نفال الله يطول بعمره اخوي اكبر مني طبعا الشباب يحسبوني اكبر منه ترى هو الاكبر على فكره والله عايش ريالتي كويس شفته معك البارح الله يطول عمرك هو اللي جف لي الخبر هذا والله فاجأني فيه صراحه كان الخبر سار جدا جدا بالنسبه لي وبيض الله وجه من وقف مع عبد المجيد وساهم واقول الفائده تعود لهم هم المستفيدين ترى الاجر باذن الله بيمشي لهم وايضا لك يا ابو عبد الله على هالمبادره والفكره الجميله اللي طرحتها على الشباب الله يرفع قدرك ويسعدك تستاهل الخير اقول لك ان شاء الله ان شاء الله باذن الله جميل الله يعطيك العافيه يقويك وكذلك الشباب زعيزعي من اللي ماخذ عقلك جعل من اخذ عقلك يتهنابه مسر حرايه ما انت معنا في احد مرهق
سلامتك من الرهاب والله. مواصل من امس. مواصل ليش؟ بس ما بي ماني مواصل، مو بصادق. مو بصادقين؟ لا بالله. لا لا لا، تفكير مواصل من امس. هذا بيت شعر يعني. اقدر اقاوم بس ما اقدر اقاوم. لا شوف السحاب شلون غطى على الشمس، اللي يحس انه بطل يا محمد لا يداوم. هذا يقول ناصر مو بهين. يا سلام عليك، يا سلام عليك. انا كنت متحمس شوي ابو عبد الله ولا لا؟ بالعكس حماسك لا في محله. الله يسعدك. ويعجبني فيك اختيار الوقت المناسب للمداخلات. الله يسعدك. هذه مو راضي فاهمها بس ما انت الرجل المناسب في المكان المناسب. يا حبيبي الله يسعدك. ترى ابو نايف قبل تقريبا ساعه هي سواء الجو حلو. من هو؟ عادل. تستاهلون والله. اتمنى ان هي محمد بكير بالصوت. حضر الماء بطلت هي. طيب طيب خلونا عشان ما المجلس كذا ما يضيع منا. محمد مكي حضر معنا اليوم وله ابيات او في ابيات عنده موجوده تجاه وقف الام بمكه المكرمه التابعه لجمعيه البر بظلم، وان شاء الله ان نفرح مع الايام باكتمال الوقف باذن الله تعالى. وزف لكم بشاره انه الوقف وصلنا فيه الى نسبه 85%. الحمد لله. في يومين 85%. اهل الخير لا زالوا يعطون يقدمون، يعني معناها باذن الله البرنامج كم باقي؟ 15 يوم ان شاء الله. خلال 7 ايام 8 ايام باذن الله يكون انه الوقف مكتمل عن طريق من يشاهدنا الان. والموضوع سهل، وهي فرحه للجميع وفرحه لليتيم وفرحه للمشاهدين اهل الخير اللي يحبون الخير وحريصين على القرب من تطبيق الراجحي. ادخل بس جمعيات خيريه، جمعيات البر، ثم بعدها ايقونه في البحث اكتب ظلم يطلع لك جمعيه البر الخيريه بظلم، ثم بعدها ايقونه الوقف الخيري، وانفق وشارك، وهذا الامر راح يكون لك ولوالديك ولمن تحب. وتغلي هدايا، تقدر تقدم هديه بمبلغ 10,000 ريال درع كبير قدمه لمن تريد، وايضا ب 5,000 ريال درع اصغر، او بطاقه اهداء باي مبلغ أو وثيقة تأسيس. ما عليك أنك ترسل إيصال بس على رقم الجمعية اللي موجود أسفل الشاشة وتنال من الله الأجر. شوفوا الهدايا كيف أثرها. قبل شوي حكيت لكم الهدية اللي هداها لي محمد مكي قبل 7 سنوات ولها أثر إلى الآن في نفسي. فصدق رسول الهدى صلى الله عليه وسلم حينما قال تهادوا تحابوا. في حديث آخر النبي صلى الله عليه وسلم يقول تهادوا فإن الهدية تذهب وغر الصدر. يعني لو في أحد جالس أنا بيني وبينه شيء في الخاطر، لما أبادر أنا، النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أوصانا خيرهم الذي يبدأ بالسلام. لو في شيء بيني وبينه أنا اللي أبدأ بالسلام ومعها هدية، صدقني اللي في خاطر خويك أو جارك أو أحد أقاربك راح يكون اللي في الخاطر هذا راح يذهب بها الهدية، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام محمد الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فقدموا الهدايا مثل هذه اللي تنفع الناس في دنياهم وفي آخرتهم، والأمور إن شاء الله بين يدينا. والوقف في مكة وفي مشاريع كثيرة، كبارة الأيتام وتفطير الصائمين وسقي الماء وغيرها من الأعمال الطيبة المباركة، اللي بإذن الله كل برنامج نفرح بإنجاز جديد. هل برنامج مع ضخامته وضخامة الرجال اللي فيه وإبداعهم وتميزهم وتألقهم أمانة يعني ضروري يكتمل الوقف صراحة، ما لنا عذر أبدا إن ما نكمله. باقي 15%، 15,000 سهم بس صح، بمئة ريال غطينا وتوكلنا على الله. وأنا متفائل كثير صراحة. قبل كم يوم أجيكم أقول 80، الآن في يومين 85، معناها لا زالوا أهل الخير يعطون، واللي يعطي يعطيه رب العالمين. نسمع من محمد مكي قصيدة بصوته الجميل عن وقف الأم بمكة. ما شاء الله. نقول في خير بلاد الله وقف عنك أمة، في وقف الأم بمكة كم نبتت منه حياة. لم أنسى فضلك أمي، كم أعطيتي من أجلي، وبسهم الوقف بمكة خير يحمد عقبا. صدقات الخير تقينا من شر قد يؤذينا، إن المنفق يا أمي لا لن يكفر مسعاه، خير إحسان رحمة بركة بر ووفاء. ذاك مسمى أسهمه كي تنعم ألف حياة. ومصارفه يا أمي
تكفل أمل المحتاج ويقيم سلال الخير إفطار وسقيا مياه وكفالته لأرامل وكفالته الأيتام وكذا تفريج القرب فتزول بذاك الآه في وقف الأم بمكة كم نبتت منه حياة. السلام عليكم، يعطيك العافية وشكرا لك يا محمد. هي أنشدها محمد، مهندسة هندسة صوتية موجودة، ممكن ينشدها محمد بعد قليل بلاي باك كذلك حتى نستمتع أكثر بعطاء محمد وإنشاده بصوته الجميل. طيب، في هنا بعض التبرعات أقرأها بشكل عاجل لأهل الخير اللي تابعونا الآن. فيها عيسى القحطاني تبرع بمبلغ 500 ريال، فيها منير المطيري تبرع مبلغ 7000 ريال، فيها هيل الأحمري 250 ريال، نايف العنزي 1500 ريال، خالد الزهراني ب 10000 ريال، جزاه الله خير وكثر من امثاله، وفاء القحطاني 1000 ريال، غزيل آل بخيت 100 ريال، سيف البقمي 100 ريال، لما القرني 100 ريال، فاعل خير 1000 ريال، فاعل خير 500 ريال، فاعل خير 200 ريال، وغيرها من التبرعات اللي أهل الخير يشاركون بها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب أجرهم وأن يجزاهم خير وأن يعطيهم من واسع فضله وكرمه. أبغى أسمع تعليقين من بعضكم حتى نختم وتكونوا مستعدين لفقرة الدين مع الزميل إبراهيم المعيدي، وبإذن الله مثل ما جيتكم اليوم أدخل معكم في لقاء آخر. وأقول لكم يا شباب الوقف اكتمل، ونفرح كلنا بسجدة شكر لله بأننا سعينا ودلينا أهل الخير على وقف سيكون في مكة، سيكون للأيتام والأرامل المطلقات، وفي تفطير الصائمين، وفي سقاية الماء اللي هو أفضل الصدقة، كل هذه مجتمعة في وقف واحد في مكة المكرمة، والأجور بإذن الله تكون مضاعفة، وتكفل اليتيم تكون مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة وغيرها. لما ترحم أحد يرحمك الله، فأنت الآن ترحم المسكين والمحتاج، المطلقة، الأرملة، فالراحمون يرحمهم الرحمن، فالله كريم واسع فضله واسع عطاءه. الله في كتابه يقول الله واسع عليم، فأنت لما تعطي لله أعرف بأن الله سيضاعف لك مرة أخرى وغيرها، وسيعطيك وسيشفي مريضك وسيعافي مبتلاك وسيكرمك واسع فضله وكرمه. لا نتأخر، نتقدم، باقي 15,000 سهم، كل واحد من 100 قفلنا وقفنا اليوم قبل بكرة، فما بقي إلا القليل، راح الكثير باقي القليل. صحيح. إن شاء الله نفرح مع الأيام الجاية، وقريبا من أهل الخير تبرعهم عطائهم ومشاركتهم، يعني نقفل هالوقف ونسعد كلنا بأنه في إنجاز في برنامج كاريزما وقف الأم بمكة، والأم تستاهل نعطي وما نقصر في حقها أبدا بإكرامها. لو أحد منا زارت أمه في بيته وهو متزوج زين، وكان يعني لا أكرمها والجاب لها من أفضل الحلويات ومن أفضل الفطائر والذبائح والمدري إيش والهدايا علشان بس زيارتها، لأنها أم غالية ما في أغلى من الأم. الآن أكرم أمك بشيء مثل هذا الوقف اللي ينفعها في دنياها، ينفعها في آخرتها، ينفعها في قبرها، يكون لها نور وضياء. أمك حية أعطي وأسعدها وشوف البسمة على وجهها ما أجملها. أمك وارت التراب وانتقلت إلى رحمة الله، أسعدها في قبرها وهي تعرف زي ما قالوا بعض أهل العلم أن يكون لها تكون لها الصدقة تأتي على طبق من ذهب، ثم تتجه لها في قبرها وتعرف أن ابنها فلان أو بنتها فلانة تصدقت عنها، وتفرح الأم بهذه الصدقة وتنفعها في قبرها، وراح يكون قبرها نور وضياء إذا حنا قدمنا. لأن الله اللي قال، محمد صلى الله عليه وسلم اللي قال له بناصر وله بأي واحد، حنا نقول ما قاله الله وما قال محمد صلى الله عليه وسلم. طيب نبغى مشاركة مشاركتين. أحمد الفراج، على الوصول لهالنسبة 85%، وأبارك لأخوي عبد المجيد الذيابي اكتمال الأسهم الخاصة فيه، والله يجعله يا ربي منبر خير ولا يقول إلا خير وهو ما يقول إلا خير. أنا أوجه رسالة للجميع، إذا كان لك شخص مريض فالصدقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هي دواء، داووا مرضاكم بالصدقة. إذا كان لك شخص ميت بإذن الله أنه ميت على الإسلام، ولا شك أنه حتى الميت على الإسلام أحيانا يحتاج
بعض الأجور اللي تقيه من 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 النار وتدخلها الجنة من غير عذاب. أنا أقول ما في أجمل من الهدية اللي تقدمها للشخص الحي والشخص الميت مثل الصدقة. الشخص الحي تهديه هدية خاصة إذا كانت مثل الدرع هذا أو مثل الإيصال اللي يرسلونه لك الجمعية، هدية تبقى إلى يوم القيامة وبعد يوم القيامة حتى في الجنة. كل هدايا الدنيا تنتهي وتنفذ إلا الصدقة، تهديها في الدنيا ويجدها صاحبها يوم القيامة إذا لقي ربه جل وعلا. الشخص في 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 القبر ما في أحد منا إلا وفيه أحد من أحبابه أو أقاربه في القبور، وهذا مصير كل حي. لذلك ما في أجمل من أنك تسعد شخص فارق الحياة ودفن تحت التراب بصدقة تكون له ضياء ونور وطريق للجنة. والله العظيم والله العظيم والله العظيم أنه كثير من في القبور ينتظرون هدايا مثل هذه الهدية الصدقة. إذا كان بنفسه الميت يقول لله جل وعلا ربي ارجعون لعلي أعمل أو عفوا فأصدقكم فأصدق لو لأخرتني إلى أجل قريب فأصدق، فما بالك إذا كانت الهدية الرجل أو المرأة أو البنت أو الولد تحت التراب، ما بالك إذا جته الهدية وهو في قبره كما قال أبو عبد الله تأتي على طبق من ذهب وتكون لعلها طريق له للجنة، والشخص المريض تكون سببا في شفائه، والشخص اللي ما يجد لا مرض ولا يريد أن يتصدق عن ميت يتصدق لعل الله سبحانه وتعالى يدفع بهذه الصدقة مصرع سوء لك ويضاعف لك في أموالك في الدنيا وأجورك في الآخرة. هذا الكلام اللي طلع من قلبي، وأنا أحث فريق دعمي وفرق دعم جميع الشباب الـ14 حنا أنهم يواصلون نحو الهدف اللي رسمناه وهو 2000 سهم بإذن الله تعالى. من جاي حلقة بساتين الجاية إلا والنسبة وصلت 90 وتعدت 90 بإذن الله أن نحتفل باكتمال الوقف يوم الثلاثاء إن شاء الله في حلقة بساتين مع أبو عبد الإله. الله يجعلنا وإياكم من المتصدقين والمحسنين. الله يعطيك العافية وبيض وجهك. الشباب وأسهمهم، من اللي بيجه رسالة لمشاهدينا ولمن يعني هو حريص كل الحرص على إكمال وإغلاق أو إكمال الوقف بإذن الله على خير. الآن فهد مطير وصلت 85 صح ولا 80؟ 85. والله ما أرسل علي تحديث، بس إن شاء الله إن الله أحيانا بكرة أو بعد بكرة نجيب لكم التحديث. من اللي يبغى يوجه رسالة لمشاهدي نجاشي؟ أولا أنا أقول أن المشاركة في وقف الأم في مكة 30 ثانية عشان نمر على الزملاء. طيب أنا أقول أن الوقف الأم في مكة المكرمة أطهر بقعة على وجه الأرض، أنك تتشارك فيها وتصدق فرصة عظيمة وممكن ما راح تتكرر، فبادر بالصدقة خصوصا أنه وقف جاري لك بعد الممات. الوقف قائم على عدة مسارات، منها كفالة أيتام، منها سلال غذائية، منها كفالة أرامل المطلقات، كثير يعني من المسارات اللي فعلا يستحق أن الواحد يصدق فيها. والآن اللهم لك الحمد الوضع صار أسهل من قبل، بإمكانك بثلاثين ثانية تتصدق. ادخل تطبيق الراجحي التحويل جمعية خيرية، اكتب في البحث ظلم بيطلع لك جمعية البر الخيرية في ظلم، ثم الوقف الخيري، ثم حط المبلغ اللي جود بنفسك. وصيكم بصدقة وأوصي كذلك فريق الدعم أنهم يحاولون ينشرون هالرسالة هذه لأن نوصل أو يكتمل 2000 سهم. يعطيك العافية فهد بقمي ثم نايف الأكلبي. 30 ثانية ترى بخطب عليك مطوط. تكلمت عليك بشكل عام، بتكلم بشكل خاص لفريق دعمي والأسهم اللي محددة. أنا أوجه رسالة لفريق دعمي ولكل محب الفهد، هذه فرصة والأسهم وصلت آخر تحديث 45%، فبإذن الله بتكاتفهم إني باصل بإذن الله لإكتمال الأسهم المطلوبة مني اللي هي 2000 سهم. فالله الله في التبرع في هالوقف وسلامتكم. سلمت يعني أنت الآن تقريبا 1000 سهم إلا باقي لك 1000 سهم أخرى. الله الله. نايف الأكلبي. أنا أقول يعني شرفنا على الانتهاء بإذن الله سبحانه وتعالى، شرفنا على الخصم كذلك. أسلم. مايك عبد المجيد. ايوه طافي. لا فاقول خلاص شرفنا على الانتهاء وبدت الفرصه يعني
تضيق، فأنصح يعني لا تلحق يا ما تلحق. أيوه بالضبط، خلاص يعني خلال يومين 5%، اليومين الجاي يمكن 5%، خلال أسبوع أو 7 أيام يمكن يكتمل الوقف. فأنا يعني نصيحتي للمشاهد، اغتنم الفرصة في وقف مثل وقف الأم وفي أطهر بقاع الأرض. هذا الشيء الأول. الشيء الثاني، أنا أقدم رسالة وطلب إلى فريق دعمي وجمهوري أنهم يسارعون في المبادرة في نشر مثل هذه الأمور، الوقف الأم، في وسائل التواصل الاجتماعي، في الواتساب، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لفعل الخير. آمين يا رب العالمين، يعطيك العافية وبيض الله وجهك. أنا ودي أخذ بالجميع التعليق لكن نكتفي بالشباب. الله يسعدك يرفع قدرك إن شاء الله بإذن الله. اللي طال عمرك في أغلب الجلسات طافي، واليوم صار ما شاء الله تبارك الرحمن يفزع لزملائي. يعطيك العافية. طيب إذا هذا رسالة لكل من يشاهدنا، زي ما قال نايف كذا في العروض التجارية يقولون إيش، يا تلحق يا ما تلحق. حنا هو خير وعمل خير، ونقول لكم يا تلحق يا ما تلحق، لأنه نعرف أنه أهل الخير دائما موجودين ومن الله قريبين، ولمجالات الخير دائما يكونون معطين ومنفقين. مايك طفى يا مهندس الصوت ولا طيب؟ ايش فيك وخرت عن السبيكر؟ لا لا خلاص خلاص، يعطيك العافية على الفزعة. الله وجهك. طيب وخلاص باقي 15,000 سهم ب 100 ريال، إذا ما أنفقت أنفق ينفق عليك من ربي سبحانه وتعالى. ويعني خلاص ما بقى إلا أيام بسيطة وينتهي البرنامج وينتهي الوقف، فما أجمل نكون مع الركب، يعني كلنا مع بعض منفقين مبادرين في مثل هذا العمل الطيب، ونل دعوة الملك لما يقول لك اللهم أعطي منفقا خلفا. كل يوم ينزل الملكان، الأول يقول اللهم أعطي منفقا خلفا، الآخر يقول اللهم أعطي ممسكا تلفا. فنل هذه الدعوة، خله يدعي لك بالخلف، ملك لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فإذا أنفقت من نية طيبة يدعو لك، وإذا دعا لك الملك إيش بعد تبيه؟ يعني أنت مع الرحمن سبحانه وتعالى ستكون قريب، سيرحمك ويتجاوز عنك، وإذا طلع نيتك سيكرمك من واسع فضله وكرمه. أنشر، دل أهل الخير، رجال أعمال تعرفهم، سيدات أعمال، أقاربك، الواتساب، صفحات التواصل الاجتماعي الآن صارت توصل كل شيء. أنشر لمن يتابعك وتبرع وأنفق، وبإذن الله الخير قادم لنا ولكم. وأنا أعرف بإذن الله أن الوقف سيكتمل، 85% وصلناها الآن، 15% بتكتمل خلال 4 أيام 5 أيام، لكن ودنا نفرح اليوم قبل بكرة بإنفاقكم وبنفقاتكم لليتيم والمسكين المحتاج ولتفطير الصائمين. أعرف في رمضان الناس يدورون بس المساجد عشان يفطرون، ولا الجمعيات عشان يفطرون، الآن بالوقف هذا إذا بنوه راح يفطرون إن شاء الله مئات السنين وآلاف السنين، وانت العداد الحسنات ماشي معك، ماشي 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 ماشي. ليش؟ لأنك حطيته في وقف، وميزة الأوقاف وحرص القنوات وغيرها والجمعيات أن الوقف يدوم، وحماس لي ولك وللغير أنه نتصدق ويكون الحسنات ماشية معنا إلى قيام الساعة. حتى وانت في قبرك ترى راح الحسنات تمشي معك، وانت محتاج في القبر ها راح يوسعك ربي سبحانه في قبرك، وراح يكون الحسنات ماشية معك. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3، من ضمنها صدقة جارية. وهذا الوقف والأوقاف بوابة واسعة للصدقة الجارية. صحيح. طيب احنا نبغى نسمع بلاي باك زي ما وعدناكم ثم نختم. نشيد محمد مكي لوقف الأم بمكة مشكورا بصوته الجميل. فنبدأ مع مهندس الصوت منيب الحربي ومع الأستاذ المنشد محمد مكي. الله يحفظه. في خير بلاد الله وقف عنك أمة، في وقف الأم بمكة كم نبتت منه حياة. لم أنسى فضلك أمي، كم أعطيتي من أجلي، وبسهم الوقف بمكة خير يحمد عقبا. صدقات الخير تقينا من شر قد يؤذينا، إن المنفق يا أمي لا لن يكفر مسعى. خير إحسان رحمة
وكه بر ووفاء ذاك مسمى أسهمه كي تنعم ألف حياة. ومصارفه يا أمي تكفل أمل المحتاج ويقيم سلال الخير إفطار وسقيا مياه. وكفالته لأرامل وكفالته الأيتام وكذا تفريج الكرم فتزول بذاك الله في وقف الأم بمكة كم نبتت منه حياة. الله يسعدكم. ما شاء الله ما شاء الله. الله يبارك فيك. الله يحفظك ويبارك فيك يا رب. هذا انت اللي انشدت؟ اداء والحان. ما شاء الله. تسمح لنا ناخذ صوره معك؟ الله يحفظك. يعطيك العافيه. اتشرف. الله يسعد فيك يا حبيب الله. الله يسعدك. لا تجامل يا محمد. نعمل دوت سعودي مصر عادي. لا لا تجامل. انا صوته مو بزين مره يعني. لا لا بالعكس خليه زين. بس اهم شيء عبد الله الواجب. القحطاني. نعم. بالعكس انا فهد رغم اني اكره الا انه يعني. يلا نبغى شيء ختام. نبغى شيء يا ابو لا بالعكس يا اخي. الله المستعان. يا عبد الله هذا يعني ضبط الامور. اجابها من جهتين لازم تقدر. ابو عبد الله انت لازم تتقبل كارهيك وتقبل محبيك وناقديك. وليد وليد الزهراني. وليد الزهراني نبغى شيء ختام يعني. انت تمشون صح؟ اي بنمشي طاري. ودي انكم تقدمون والله يا حبيبي. لكن نبغى شيء ختامي كذا. فهد مطر بس قبل الشيء هذا تسمح لي اقوم اسلم عليه. تفضل. والله العظيم انك انت انسان موهوب وانا من متابعينك ومحبينك من يوم ورايح. وان كلامك شرف لي يشهد الله. تفضل حبيبي. الله يبارك فيك. طول لي بعمرك. حبيبي الله يسعدك. الله يسعدك. يستاهل والله يستاهل. شرف فيه وليد يستاهل. ومحمد شرف لي والله. وسعيد جدا بوجودي معاكم والله. وده شرف لي انا والله. وضاف لي انا والله. وعبد الاله طبعا على راس القائمه ما شاء الله عليه. القائد بتاعنا يعني. الملهم بتاعنا. الله يحفظكم. الله يطول عمرك ويسعدكم. الله يحفظكم. عشان انا بصور مع وليد الزهراني وقصه صورت مع اللي صور معك. انا من متابعين وليد الزهراني. انا من متابعين يعني. بس جميل يعني. والله جميل. الله يتشرف. الفكره حلوه. الفكره حلوه بس تعجبني والله. العمده سمي يا سلطان امير. مبادره ياخذ عليها خطوات واضحه. والله ذبه لذيذه صراحه. والله جميله. يعطيك العافيه. خمسين نقطه يستاهل. انا عشان جبت اكل جزائري ما اقدر اقول لك شيء. معجبني ما شاء الله. الله يسعدكم جميعا وبيض الله وجهكم. وما قصرتوا دائما مميزين ومبدعين. وان شاء الله راح نغادر اليوم واحد منكم نودعه. واحنا على الود باقيين على امل يا صاح نرجع نشوفه اليوم. مستعجل ابو عبد الله. صادق ابغى الفكه يا شباب. طيب 6-6 انتم اليوم تطلعون لبكره. بكره راح يودعنا واحد. والله الاخبار الحصريه ان شاء الله نحاول نفكر فيها ونحاول نجيب خبر حصري باذن الله. نجتهد يعني. يعني مثلا انا لازم اراجع الدور الثالث يعني وتاكد من يعني هل في برايم غير البرايم اللي اللي اللي, اللي بكره. ثاني شيء الشباب اللي برا هل هيرجعون؟ اذا ما راح يرجعون اوكي. اذا بيرجعون متى بيرجعون؟ الاخبار اللي هذه زي كذا. السلام عليك. اسئله جميله يقولون لمن هو ضحك واستانس. الله يكرم يسوي الطيب. ايه الرجال ذا ضحك اليوم واستانس اليوم. انا احس ان عاد انا اقول الله يكفي شر الضحك لليوم. احتمال انه يطلع بكره. عاد اليوم مسفه. انا مسجل ونام وقرا. فيه شعور اليوم جميل. انا والله مسفه يا ابو عبد الله. يوم اشوفك اشوف عم محمد واخواني. الله يحفظك. الله يحفظك. هذه والله ثمره الدنيا وبركاتها. الله يسعدك. طال عمرك. إذا طلعت بكره تبكي؟ اوعدك ان شاء الله احاول. ما في انا قلت احاول اكتب عليه اوعدني احاول اتعصب. خلاص ماني طالع. ماني طالع. ما عندك مشاكل لين تجي الدمعه. البرنامج هذا اعترف اعتراف اني ما بكيت ولا على اي متسابق. تبكي تبكي البرامج الماضيه ما بكيت ولا على اي متسابق. تبكي يا ابو عبد الله. ما بكيت. بس ان شاء الله ابو كا. ثاني هو رد اعلامي. ردك ثاني لانك كنت تعتعت فيه. احس انك قد بكيت قبل على المتسابق. قد بكى علي انك تعتعت فيها. لا لا اقصد في قناه الواقع هي اصلا عند البرامج. بدايه ابو عبد الله. بدايه يعني لما اكون اتابع في مثلا في البيت
وأتابع الشاشة ممكن أتأثر علشان الناس اللي بكوا على الشاشة تأثروا فتأثر مثل ما يتأثرون نفس موضوعك بالضبط فهمت علي؟ لكن أحيانا سبحان الله الدمعة وجهة نظري أحيانا الموقف ممكن يؤثر أحيانا مثلا أنا الشخص ده معجب فيه وأبغى تواجده في البرنامج ولا أبغى يطلع فتأثر حبا في تواجده فتأثر في طريقة أخرى للتأثر اللي هي أصلا أنا نفسي عندي اليوم أحس ودي أبكي بس ما أدري وين المجال يبكي معه فلقى فرصة يبكي فلقى فرصة مناسبة الشباب يكون معكم يا شباب فهمت علي؟ أحس أنه أبو دابي أشارك معك أحس أن الجو كذا أي تفك أزمة أي فأنا شو أقول لكم شيء والله العظيم يا شباب أني أنا من الناس البكاء بالنسبة لي أعتقد أنه تفريج هم وراحة نفسية بشكل مو طبيعي وأنا أعتقد أن الإنسان يحس يعني يحتاجه ترى البكاء مو للطفل يا أخي طبيعي أن الصغير والكبير يبكون طبيعي يعني أنا أحيانا في مواقف من ضغط عمل من ضغط مثلا أمور معينة مستني أمور كذا أحس في شيء داخلي أني مكبوت أبي أفضفض لمثلا زوجتي والدتي وأحيانا والدة ما حاول أفضفضها صراحة كثير لأني ما أبغاها تشيل هم زيادة لا تشيل وأحيانا أعز أصدقائي اللي يمسك سري أفضفض له ما يكفي موضوع الفضفضة أبغى أبكي فهمت وكيف أبكي ما أدري وكيف فهمت الفكرة فأحيانا أشغل لي مثلا شيء في التلفزيون ولا في الجوال مقطع في مؤثرات صوتية حزينة ولا شيء تلقاني أربع أربع فأقول الحمد لله زين أحس شيء كذا مكركب لما يطلع أحس إنه فيه راحة تأيدوني ولا مريض نفسي ولا في مرض نفسي يا عيال طبيعي طبيعي إيش يقول الشاعر الدموع عصدك سواليف المفارق وارتياحه غصب تنزل دمعة الرجال وما هو بوده الله فأنا مثلي أجمع يعني الضغوطات اللي طول الأسبوع يوم يجي يوم السبت خلاص هلها مره واحده يصير يوم الاحد باور جديد يا سلام يا سلام تعبان تعبان انت احترقتي بداخلي وسلتي بس ترك ما جاوبتني على سؤال يا ابو عبد الله اذا ما تبي تعلمنا من الان عادي انا اهنئك بالنسبه لرجوع الشباب انا اهنئك انك رجعت السؤال هذا يدل على انك محنك اعلاميا ويعني تحرص على الضيف انه ما يهرب من السؤال صحيح فانت لو انك اعلامي بعد زياده احترافي كان انك خليته تعدي لأنه والله يهمني يا عبد الله لكن احنا متقبلين اي شيء لو مثلا في خبر بس ما راح تقول الحين احنا متقبلين بس يهمنا والله خله بظروفه صحيح يا سلام عليك يا وليد انت ذكي اعلاميا لانه احيانا الاجابه على نفس السؤال تعطي قرار لا رجعه فيه واحيانا في توقيت مناسب مثل ما قال وليد في توقيت مناسب اني ان نقرر او نصرح بمثل هذه الاخبار كل شيء وقته حلو كل شيء وقته حلو صحيح ردوا عليك الشباب لا تكفى قل فهد اعلامي محنك انا اشكرك يا فهد صراحه انت اعلامي جدا رائع ومحنك طيب انا السبت الجاي نشوف وش يجي من علو خلاص ما لازم تحاصر من ذلك يا سلام عليك يا سلام عليك لازم يكون الشغف عندك كبير جدا الشغف طيب. بالعكس هذه يمكن تحطيم لك تنس. ابغى شيء حزين ابغى شيء يبتسي الرياجيل اليوم قبل بكره انا استاذ يا ابو عبيد ابغى شيء بكيهم اليوم قبل بكره ابغى الدموع وايت الدموع اللي عندهم لا ينزل اليوم قبل بكره ابو مكي حبيبي الرجل هذا ما قد نزل الدمع من عينه لا لا ابراهيم انا قد نزل ما شاء الله عليه ما شاء الله على فكره احيانا يكون خطا انا اعرف واحد من الزملاء اعرف واحد من الزملاء والدته الله يطول في عمره على طاعته مات ابوها ثم ماتت امها بعد شهرين ثلاثة شهور ثم مات اخوه مات اخوها فما دمعت عينها ابدا تكبت تكبت تمسك 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 لين جاءها زي الحاله النفسيه ودوها طبيب نفسي وعلمت السالفه كامله قال خطا صحيح جاءها زي الحاله النفسيه قال خطا المفروض انك بكيتي اول ما احتجتي البكاء ووقت جاء وقت البكاء ابكي فرغي ترتاحين وما احتجتي لانه يكون ما اضطريت انك تجيني خلاص المفروض انك بكيتي فانا ادعو اي شخص يحس ان دمعه قريبه لا يعتقد ان الواحد زي الان اذا بكى بزر عندنا لا تبكي خليك رجال لا تبكي خليك رجال مو صحيح خليه يصيح بزر فهمت علي والاخير انت تبكي اجبك بكاء هذيك دمعه نزلها ما بعيب لكن احنا ممكن تربيه من الصغر يعني انشئنا على انه لا تبكي عكس يا اخي ما في اجمل من الدمعه انها تنزل على غالي تنزل على قريب تنزل على مثلا حتى في الهم مشكله نزلها يا اخي نظف نفسك انا احس ان البكاء مكنسه من الداخل
تكنس الهموم والمشاكل بعد ذكر الله والاستغفار. في حكيم يقول البسا اصدق من الحساء. يا سلام عليك. البسا اصدق من الحساء. الله لا يحرمنا من الحكيم ذا اللي جاء. الله يجزاه خير طيب دخل الجنه. زم نبي نسمع شيء حزين جدا، اذا نجحت فيه فانت عندك مشاعر، اذا ما نجحت فيه معناه المشاعر الله يخلف. ابكوا يا شباب يعني. ساعدوه يا شباب. هم الأحبة إن جاروا وإن عدلوا فليس لي معدل عنهم وإن عدلوا إني وإن فتتوا في حبهم كبدي باق على ودهم راض بما فعلوا شربت كأس الهوى العذلي من ظمأ ولذ لي في الغرام العل والنهل فليت شعري والدنيا مفرقة بين الرفاق وأيام الورى الدول هل ترجع الدار بعد البعد آنسة وهل تعود يا ضعنين بقلبي أينما ضعنوا ونازلين بقلبي أينما نزلوا ترفقوا بفؤادي ترفقوا بفؤادي في هوادجكم راحت به يوم راحت بالهوى الإبل فوالذي حجت الزوار كعبته ومن ألم بها يدعو ويبتهل لقد جرى حبكم مجرى دمي فدمي بعد التفرق في أطلالكم طلل لقد جرى حبكم مجرى دمي فدمي بعد التفرق في أطلالكم طلل الله يحفظكم ما شاء الله ما شاء الله الله يعافيكم يحفظكم أبدعت ما شاء الله عليك الله يسعدك صراحة كان ختامها مسك الله يحفظك يعني بكيت الشباب هادم طيري عثمان العصيمي إبراهيم الجاشي إبراهيم المعيدي الله ما قالوا لك بتبدأ يا إبراهيم لا تحرق تحرق الأداء يا إبراهيم تحرق الرجال يا تحرق الدنيا أنت حبيبي لا لا أيام القادمة حاطك شيء مخصوص أنت أضبطك ما عليك يلا مشينا الديلمة الديلمة جاهز لا والله ودي نقعد يا عبد الله يلا بس جينا فاصل معكم الله يحييك ضبط نفسياتكم لا تجي تحمسون الديلمة وجهك ابيض الله يسعدك حبيبي الله يحفظك حبيبي الله يحفظك